400 مدينة وجدة باب سيدي عبد الوهاب. أتمينا عندنا هنا الكالامان، الكالامان يدير 70 درهم، كريبات 70 درهم، البوجو 30 درهم، الصورر 20 درهم، السردين 20 درهم، بوقرون 20 درهم، بوري 20 درهم، الصورر 30 درهم. هاد المصيبة ما كيسميوه بعد سيبيا هادي 50 درهم. المهم الدعوة مليحة الحمد لله، مليحة الدعوة الحمد لله، رحنا صبنا مخيرين كاع الحمد لله. كيديو السردين، السردين يديو بزاف اللي رخيص، الحاجة الغالية ما يديوهاش، غير الحاجة رخيصة غير بحال السردين. ها هو هذا من هنا 20 درهم نتاع المسكين، عايشين غير مع المساكين الحمد لله. والحمد لله الدعوة راه مخيرة، احنا عندنا في وجدة هنا المطيش 40 دور والبطاطا 40 دور، المهم الحمد لله راه احنا مخيرين كاع. بالنسبة لهذا السوق اللي في المرشي الكبير راه كيديروا فيه التجارة، الحوت كيجينا من برا من بلينصار ولا من كازا ولا من أكادير، ويجيو هاد مالين الفلوس كيتجروا كيشريوا الحوت ويوليو يعاودوا يتجروا فيه، يعاودوا فيه البيع لهاد الناس الصغار. هادو مساكين كيشريوا الغلا، وبحال دابا هذا كيدير 15000 فرنك، ما كاينش هذا في شي بلاد 15000 فرنك، ولا هذاك اللي شاب 100 درهم، الميرا كتوصل 12000، الروجين 11000، هادشي راه بزاف. السردين اقل ثمن كيدير 500، لي جونسو 4700، هادشي بزاف. اللهم هذا منكر، هادشي حنا المواطنين خصنا المراقبه من الفوق باش تقاد المرشي، يمشيو للمرشي ويقادوا المراقبه، خصها تراقب المرشي. خويا الغلا، الغلا بارتو، ولكن ماشي بحال هادشي. حنا عندنا هادشي طالع بلا رمضان، وبلا رمضان طالع هنا عندنا الحمد لله، ولكن الناس مقهوره لا اله الا الله. واحد باش غادي يجيبو 15000 وياكل هذاك راه بزاف عليه، بالنسبه لواحد عنده عائله راه ما تقدوش هادشي، بزاف عليك. واش غادي نقول لك، الاجواء نتاع رمضان راه في وجده مريقله، تبارك الله شو الخير موجود، الشهوات موجوده، الدعوه كلشي مريقل، ونقولوا كاع الدنيا مبروك العواشر. واش هذا خويا، واش هذا يغلقوا ناكل خص المراقي، ماشي غير دوك كذا ولا التغماس، خص المرقه كفيته يكون طاجين يكون كذا. هو هذه من باب سيد عبد الوهاب، حلويات الشباكيه هي تبارك الله، الانواع المقروط، القريوش، بريوات، اجنور الدين، هذا تبارك الله، هذه القهوه هذه نتاع الشيوخ تاع الفولكلور ديالنا. هي من يجي الفصل نتاع رمضان عاود ثاني نديروا شويه هذا حلويات وهذه الدنيا. شوف هو اللي تهلا يتهلا بعدا في الوالدين، كي تهلا في الوالدين تا حاجه ما تخصك، قال لك بلا رزق وحسب روحي غني، ونحمد الاله الواحد القادر، هو اللي يقتلني هو اللي يحيني ومن غيره كذاب سمع وبصير، دعوة الوالدين ترفعني ثاني وطيحهم كاع من اللي كنت صغير، ما نقرش لا العجوج ولا الشيباني وما نفعل غير كي قالوا لي دير، تهلا في والديك وما نخافش عليك. ها وليدي الدعوة راها مريقلة والحمد لله.